بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن عملات يعني بقالها 200 سنة وعملات بقالها 100 سنة، من سنة 1834 ومن سنة 1909 اللي هي عبد الحميد، والقديمة دي بتاع محمد الخامس والجماعة اللي هم القدام محمود الثاني والجماعة دول. فالعملات دي علشان نبقى واضحين مع بعض، انتوا عارفين ان انتوا متعودين مني على الصراحة والصدق في كل فيديوهاتي، فهقول لكم كل شيء عنها واسعارها ازاي. والعملات دي كانت بتتباع في مزادات فعلا ب 50,000 وب 20,000 وب 30,000، والعملات دي كانت بتعمل فلوس وكانت بتطلع بره مصر، مش عارف كانت بتطلع ازاي. لان يا جماعه علشان نبقى واضحين وصراحه مع بعض، العملات دي تعتبر من الاثار لان مر عليها حوالي 200 سنه، والعملات اللي مر عليها 100 سنه او 120 سنه تعتبر يعني بيحطها في بند الاثار. ايه ليه بياخدوها بقى يحطها في المتحف في الكلام ده كله؟ فايه مش هتعرف تبيعها يا جماعه بره. عايز تبيعها بيعها هنا من سكات كده، والهواه بيطلب العملات دي جامد يعني، وبياخدوها بسعر كويس، بس السعر اللي مش في دماغك. احنا هنعرض العملات اللي كانت اتباعت في مزادات وفعلا كانت عامله فلوس كتير. في عملات بقى اللي هي 1909، اللي هي من 1909 دي ممكن ما تعملش فلوس يا جماعه، يعني مثلا ممكن تعمل القطعه مثلا 100 جنيه 150 جنيه، ممكن تبيع الواحد هوا مثلا ب 200 300 جنيه لو هي نادره وكويسه. الفضه فيها طبعا بتعمل فلوس حلوه، ممكن توصل 1600 جنيه و2000 جنيه. الذهب طبعا موجود، والعملات دي كلها، والذهب بيتباع برضو على اساس ان هو برضو يعني ايه رخيص برضو، لانه ايه في الجرام قليل شويه، العمله دي كانت قليله في الوزن بتاعها. وكل بيت فيه العملات دي ضربه في مصر، وكل واحد معاه في بيته عملات ضربه في مصر، فبرضو يعني عشان ما حدش يضحك عليك يقول لك ايه ده تساوي ما كتير والوفات وبتاع، لا لا الكلام ده كله، لان هي تعتبر من اثار، والناس بتخاف ان هي ايه يعني، حتى اللي بياخدها منك بياخدها ايه على اساس ان هي ايه عادي عمله ما بتتباعش وبتاع، وياخدها منك ب 50 جنيه ب 100 جنيه وكلام من، انت حافظ عليها وعينها وخلاص، وهيجي وقتها وهتتباع بسعر كويس جدا لانها ايه من الاثار فعلا يعني، وتعتبر اثار. وبرده من سكات كده تبيعها، والجروبات دي والله اللي انا بقول لك عليه والله بنخش مزادات فيه، وفي واحد معانا في الواتس راجل بيتاجر في العمله وكويس جدا، وبيتاجر في العمله على الجروبات دي، وبندخل مع بعض المزادات، والمزادات بتولع زي ما بقوله فعلا، وبتلاقي العملات شكلها جميل جدا. بنعرض عملات تذكاريه فضه، وبنعرض ملاليم، وبنعرض حاجات من دي، وبتلاقي المزاد بيشتغل حلو، وبنبيع عليها، وكله بيشتري وكله بيبيع عليها. مش عارف انتوا مالكم ليه ساكتين يعني، بلاش بلاش بره، احنا قلنا جوه احسن. والعملات دي بالذات ما تحاولش تبيع، لان حتى العملات اللي هي من 58 باين اتمنعت ان هي تشحن، واتمنعت انها تطلع بره مصر، تعتبر من الاثار لان هيمر عليها 100 سنه، اللي هي ايه من سنة 50 اللي هي 1950، يعني ايه من بعد اللي هي قبل كده يعني، انما اللي بعد كده عادي، انما اللي قبل كده يعني الجنيه ابو جاملين، واللي بعد كده واللي لحد 1940 1958 دي اتمنع. فبقول لكم على كل شيء عشان تبقوا انتوا عارفين، العملات دي تعتبر من الاثار، بياخدوها بقى يحطوها في المتحف، بياخدوها منك وخلاص يعني، مش بيعملوا لك حاجه. ولكن انت هتخسر ليه؟ حاول تبيعها من سكات كده وفي الجروبات وبتاع، وهنا ما حدش يقول لك انت بتعمل ايه وكلام من ده، بس برضه حافظ في الكتمان افضل يعني. انا بقول لكم كل شيء بصدق وبصراحه، لان تعتبر من الاثار، وده شيء معروف لانه بقى له 200 سنه يعني، انت عايز ايه بقى عمله بقى لها 200 سنه. فهنبدا نشوف العملات دي عامله معانا ايه. ديت عمله نصف عشر القرش، اللي هو 1 على 20 من القرش عام 1327 هجريه 1909 ميلاديه، دي السلطان محمد الخامس سنه 4. سق منها 2 مليون قطعه، ودي مصنوعه من البرونز وشكلها جميل جدا، والوان الطيف فيها جميله جدا، ويعني القطعه دي الواحد بيعشقها فعلا، لان من الوانها شكلها جميل مع انها برونز يعني. ودي تعمل سعر لو انصر او مقيمه من شركه وكلام من ده، ممكن تعمل 4000 جنيه وبتزيد يعني، بما يعادل حوالي 250 دولار 300 دولار. دي اتباعت فعلا ب 300 دولار فعلا. انما يعني لو هي معاك يعني بجيب لك الاشكال بالظبط. في طبعا في من الضربه في مصر دي اشكال كتيره جدا جدا، فانت شوف الشكل. وانت العمله لو جيت تبيعها هنا مش هتجيب اللي انت في دماغك برضه، احنا بنقول الاسعار دي اللي اتباعت بقى من زمان في المزادات، والناس بعتها من زمان فعلا بالاسعار دي. عندك اتنين، عندك عمله 5 باره ضربه في مصر، ودي برضه يعني تقدر من الاسعار دي محمود السنه 1834 1223، دي من النحاس الاحمر، وزن 6 جرام و28 جرام،
ولها وزن اخر 7.5 جرام، والعملات دي من 200 سنة، يعني نادرة وغالية جدا، واتباعت في مزاد باكتر من 15,000 جنيه. دي لو بحالة جيدة وحالة الانصر، وتعمل العادية منها اللي هي اللي احنا بنقول عليها دي اللي هي النحاس، دي ممكن تعمل مثلا يعني 2000 جنيه، 3000 جنيه يعني، وتزيد حسب الحالة. بس طبعا حالة العملات دي هتلاقيها ايه متبهدلة. عندك عملة 5 بارة ضربة في مصر 1835، شوف من امتى، يعني 200 سنة، 1223، اللي هو محمود الثاني. دي ايضا من الفضة، دي من الفضة، واللي فاتت كانت من النحاس، دي فضة، وفي منها نحاس ايضا، وموجود اوزان منها كتير. فدي اتباعت في مزاد في امريكا ب 20,000 جنيه، والنحاس دي تعمل حوالي 600 جنيه، 500 جنيه يعني، ولو جالك فيها 200 جنيه عادي 300 جنيه لو هي معاك. تمام، انا بقول لك على كل حاجه خد السعر الاقل دايما، ما تاخدش الاعلى يعني مني دايما، ويزيد يقل 20% زي ما احنا قلنا من البدايه. تمام، وده حاله العمله، ولكن ايه، هي العمله نادره اساسا يعني، قليل مع الناس اللي تلاقيها دي، لكن العملات التانيه موجوده في بيوتنا كلها، وكله عارف كده طبعا. عندك العملة اللي بعد كده اللي هي 10 بارة، 10 بارة دي ضربة في مصر برضو محمود الثاني 1223 ل 1835، دي من الفضة. الفضة دايما غالية يا جماعة، ومنها برضو نحاس أيضا طبعا، وبتختلف منها أوزان كتيرة، وبتختلف منها أشكال كتيرة جدا. تمام، أنا بجيب لك الشكل برضو عشان تبقى أنت عارف. دي نفس الاسعار برضو، ولكن هذه ايه عالية شوية، ممكن تعمل حوالي 24,000، 23,000، واتباعت في مزاد فعلا ب 25,000 جنيه، ده حسب حالة العملة. فعلا اتباعت، كانت متقيمة واتباعت بكده. التقييم هو اللي بيرفع العملة، بس انت عشان تقيم لازم تبعت بره مصر وبتدفع فلوس وكلام من ده، والعملة ده اصلا مش هتخرج بره يا جماعة، من الاخر يعني. تمام، فانت حاول تبيعها من هنا، حتى لو معاك عملات من دي انت عينها وخلاص، مش مشكله، هيجي وقتها والله العظيم وهتلاقيها تتباع بفلوس كتيره جدا. عندك ال 20 باره اللي هي ضربه في مصر 1223 1808، فضه ايضا موجود منها نحاس احمر، ويعمل من حوالي 3000 جنيه او يزيد شويه حسب الحاله، ودي اتباعت في مزاد حوالي 40,000 جنيه، وزادت شويه كمان، اتباعت في مزاد تاني كمان منها بحوالي 50,000 جنيه. انا بقول لك ما تقوليش بقى هنا ومش هنا، احنا بنقول ما لناش دعوه هنا الوقت، حتى لو اتباعها في مزاد على الجروب مش هتعمل المبالغ دي، وحسب بقى انت والله اعلم. ودي لان عملات بقى لها 200 سنه يعني، تاريخ برضو اثار، فده الشكل مختلف برضو، والسعر بيختلف برضو في الشكل والكلام ده. لو عندك شكل تاني ممكن يعمل مثلا 100 جنيه غير الشكل ده، شكل تاني ممكن يعمل 50 جنيه طبعا. عندك الخمسه قروش، الخمسة قروش دي اللي هي الواحد قرش، اللي هو واحد قرش، واحد قرش ضربها في مصر وزن 51.1 جرام، وفي أوزان برضو مختلفة وأشكال أخرى للقرش دي كتيرة جدا، وفي منه برضو فضة، دي فضة، دي من الفضة، وده بيعمل حوالي عمل في مزاد حوالي 30,000 جنيه، واكتر بكتير لانه من 200 سنة زي ما قلنا، واثار. بس انا مش عايز اكرر كل شوية لانه يعتبر اثار، بس مش عارف هم طلعوا ازاي. في وسائل كتيرة يا جماعة بتطلع بها العملات دي، بس طبعا ايه، مش عايزين احنا نخش في مواويل من دي ونضر نفسنا وخلاص. عندك الخمسة قروش ضربة في مصر، خمسة قروش ضربة في مصر دي في عهد بقى مين، عبد الحميد الثاني 1834، 1293، ديت فضة عيار 833، الوزن 7 جرام، ودي منها اصدارات كتيرة جدا برضه، بحرف W وحرف ال H اللي هو ال H، يعني ده تعمل ممكن من حوالي 1500 جنيه، وتصل الى مثلا ممكن تعمل مثلا يعني 2200 جنيه، 2000 جنيه، الحدود دي يعني. تمام، دي بالذات. ولو اتباعت برضو يا جماعة هنا، معلش يعني 200 جنيه 300 جنيه مش مشكلة، ده عملة يعني، العملات دي مش مطلوبة كتير زي ما انتم فاهمين. في خمسة قروش ذهب عيار 875، الوزن 42/100، وزنها قليل جدا، ما حصلتش حتى نص جرام، دي عبد الحميد الثاني، وفي منها المحمود الثاني ايضا ذهب، وفي منها فضة، ومنها نحاس احمر، وسعرها ممكن يعمل من 1500 جنيه واكتر، اللي هي العادية مش الذهب.
ودي موجودة طبعا لو بالحال ده، ودي ترجع للبيع والشراء والكلام ده، وتبيع بهدوء برضه، وتبيع ايه من سكات زي ما احنا قلنا، بدون شوشرة وبدون كلام من ده، لان برضه مش عايز اضر حد وخلاص. انا بقول لك على العملات وجميع العملات وخلاص، تمام، وبقول لكم على كل العملات وبصدق كل شيء بجيبه لك. انا عملة عندك 10 قروش عبد الحميد الثاني 1907 1293، ديت فضة الوزن 14 جرام، ديت منها ذهب برضه وفي منها نحاس، ولكن سعرها قليل، يعني دي تعمل يعني ممكن من 400 جنيه وتوصل مثلا 500 جنيه 600 جنيه بالكتير يعني، وده حسب حالة العملة. وحالات العملة دي كلها يا جماعة لو أنصر تعمل فلوس، لأن هو بيحبوا دايما العملة الأنصر، الأنصر اللي نضيف كويس كأنها لسه جاية من البنك، ديت تزيد عن 600 جنيه كمان لو معاك أنصر. إنما لو معاك زي دي كده اللي أنا عارضها مثلا بحالة برضه هيقول لك 100 جنيه، تمام، عشان نبقى واضحين وعارفين برضو يعني. والسعر اللي يزيد ده حسب اللي بايع والشاري وحسب السوق وحسب الطلب وحسب الكلام ده كله، ومش عايز اكرر. عندك 20 قرش عبد الحميد الثاني من الفضه عيار 833 وزن 28 جرام، منها ذهب برضو وفيها نحاس احمر برضو، ودي تعمل من 500 جنيه وتوصل لحد ممكن 800 جنيه 1000 جنيه حسب حاله العمر، وممكن تعمل 1500 جنيه ومعروض على المواقع منها ديت ب 2000 جنيه كمان. بس يعني برضو بقول المواقع مش اللي هنا بس، انت بيع عملتك وخلاص، عايز تبيعها بيعها، بيع ان شاء الله تجيب 200 جنيه، انت ما انتش تعبان في العمله معلش في الكلمه، ولا العمله مثلا وعايز تعينها شويه عينها شويه، العمله لا بتاكل ولا بتشرب وهتزيد، وهيجي لها يوم من الايام، وانا هقول لك لما يجي لها اليوم ده العمله طلعها بتاع ضروبه في مصر عامله كذا كذا، وفي ناس عايزاها، في اللي هي لواحد قرش محمد الخامس 1910 1910 1327 فضة، وفي منها نحاس برضو أحمر، وفي منها برضو برونز، ده يعمل ممكن من حوالي 350 جنيه، ممكن يعمل 450 جنيه 500 جنيه حسب حالة العملة. والفضة ممكن تعمل اللي هي الفضة ممكن تعمل مثلا 1200 جنيه وتزيد برضو حسب حالة العملة. احنا كنا بنقول اللي هي 400 جنيه او 500 جنيه اللي هي ايه النحاس والكلام ده والبرونز والحاجات دي، انما الفضه ممكن تعمل 1000 جنيه 1200 جنيه كده يعني، الفضه غاليه. بس زي ما بقول اللي يبيع يبيع معلش يعني من سكان. عندك 2 قرش فضه عبد الحميد 1909 الوزن 15 جرام، وفي منه برضه وزن قليل ووزن كتير اكبر من كده، ودي ممكن تعمل مثلا من 600 جنيه يعني 800 جنيه كده، خد انت دايما الادنى ماشي، حتى لو 400 جنيه خد الادنى. انا بقول 600 خد 400 خد 300 يا سيدي، وممكن توصل 1000 جنيه وتوصل مثلا 1000 جنيه كمان ولا 1200 جنيه في حاله الانصر. وزي ما قلنا فيها حروف الدبليو والاتش، وده بيفرق في السعر طبعا الحروف دي، تمام. ارجو طبعا ان اكون افدتكم في الفيديو، وارجو ان اكون وصلت لكم المعلومه كامله كامله، لان مش عايز اضحك على حد ومش عايز اضر حد. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.